السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم من جديد. تسبب هدف النجم الدولي الجزائري رياض محرز الملغى ضد ليفربول في أزمة كبيرة داخل أروقة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز. الحكم أنطوني تايلور رفض هدف رياض محرز لوجود لمس غير متعمد من زميله فيلفودين للكرة بيده، وهي حالة طبق الأصل في هدف توتنهام الذي رفضه الحكم كريس كافانا عندما لمست الكرة يد لوكاس مورا. صحيفة ذا تايمز البريطانية قد كشفت أن رابطة البريمير ليج قدمت طلبا لمشرعي قوانين كرة القدم لإجراء تغييرات على قانون لمسة اليد الجديد بسبب هذين الحالتين. والحكم الإنجليزي المعتزل ديرموت غالاغار قال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: هذا هو الجزء المؤسف في القانون الجديد، لا نعرف كيف سيتحكم اللاعب في ذراعه عندما يسقط. هذا القانون لا يساعد اللاعب ولا الحكام، والأمر المدهش أننا رأينا حالتين متشابهتين جدا في هدفي كين ومحرز. وختم بما أن الحكم ألغى هدف محرز بعد رجوعه لتقنية الفيديو، فلما لم يحتسب خطأ لفودين ويوجه بطاقة صفراء لفابيانو؟ هذا القانون بالنسبة لي هو شيء سخيف، يجب مراجعة ذلك على الفور. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.